من ينقذ مدينة تل عفر من كارثة إنسانية وشيكة وينقذ ويؤوي آلاف الفارين في مخيمات النزوح؟ تقرير سري أممي يقول إن كيماوي الأسد مصدره كوريا الشمالية، فمن يوقف تلك الانتهاكات للقوانين الدولية؟ ما هو السر وراء اعتماد بوكو حرام على أطفال صغار لتنفيذ هجمات انتحارية في نيجيريا؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. نستعرض في بداية الحلقة أبرز التقارير الحصرية التي سنعرضها في سياق هذه الساعة، ونبدأ من درعا حيث ممارسات داعش الإجرامية التي تستهدف هذه المرة المحاصيل الزراعية في بلدة حيط، وقطع التنظيم المياه عن المزارعين حتى باتت المحاصيل أثرا بعد عين. ساحبين خط من الوادي وكثر ما بقوسوا بالليل، وهذا بيبغط الخطوط ومعاش نقدر نطلع مي وما بنقدرش ننزل على الوادي نظبط الخطوط مشان نرجع نسقي الخضره، خربت انكبت بوجوهنا اللي بخافوا الله. انا زلمه مزارع، زارع باميه، كل سنه بنشون بزرع باميه وبعيش من ورا الباميات. السنه حصرونا الدواعش بسبب الحصار في نطشون الباميه، ما بنلاقي طريقه نصرفها، الباميه ظلت تهجمت عمها ويبست الباميه، كيلو الباميه حقه 1000 و1500 عم بيشتروا مننا هون 100 200 ليره بسبب انه ما فيش عندنا اليه لنصرف الباميه، الاجار عم تاخذها ببلاش قاعده، يعني كبينا رزقنا بالوطاه بسبب حصار الدواعش علينا على بلده حيط. القلب ينبض حنينا وشوقا للعودة إلى سوريا. اليوم نستعرض الجزء الثالث عن يافعين أجبرتهم الظروف القاسية على الخروج من سوريا، لكن لا تزال أمالهم بالعودة إليها كبيرة جدا. أنا عايش يتيم بلا أب بلا بلاد، وأنا أمي بدلت تعلمني العادات والتقاليد تبعتنا بسوريا، وبتمنى أرجع سوريا وعيد هالعادات وعيد هالتقاليد. بتمنى يعني أرجع ترجع كل أهالي سوريا، كل من محتاج هون يرجع سوريا إن شاء الله. الله يهدي هالأوضاع إن شاء الله ونرجع لبلادنا إن شاء الله يا رب سالمين غانمين بجاه سيدنا محمد. هيك بخبر ابني، يعني بخبره كل الكلام الحلو لابني، ما بخبره عن كلامه بيستوى، كل كلامي حلو الحمد لله له، وهو يعني بيستوعب الكلام يعني بكلمه إياه. أنا بتذكر بلدي وضيعتي وبيتي وأولاد عمومتي وقرايبيني هناك، وبي ما كان يحرمني مشي الحمد لله، وكل شيء يعني ما كنا محرومين من شيء. بموجز لأهم وآخر الأنباء نبدأه من العراق، حيث قتل 30 مقاتلا من تنظيم داعش بالتزامن مع استعادة القوات العراقية لسيطرتها على حي الكفاح الجنوبي في مدينة تل عفر شمال العراق. في سياق ذاته قال المقدم في الشرطة الاتحادية حكمة دليمي إن قوات الشرطة والرد السريع تمكنتا من استعادة أجزاء في حي التنك شرقي تل عفر. إلى ذلك فر نحو 10,000 مدني من المناطق المحيطة بقضاء تل عفر خلال 24 ساعة الماضية، وأوضح مصدر عسكري أنه تم نقل الفارين إلى مخيمات مؤقتة كانت قد أنشئت خلف الخطوط الدفاعية استعدادا لاستقبال الفارين من المعارك. في الشأن السوري أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف أن الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية أجلت إلى منتصف أيلول سبتمبر المقبل، وقال الوزير للصحفيين أنه تم التأجيل وفقا للمعلومات التي تلقاها من روسيا والتي تفيد بأن الدول الضامنة تعتزم عقد اجتماع فني قبل نهاية الشهر الجاري. في اليمن قال مصدر محلي في المقاومة الشعبية الموالية للشرعية إن نحو 20 مسلحا حوثيا قتلوا الأربعاء في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمديرية أرحب شمال صنعاء، ولفت المصدر إلى أن نقطة التفتيش التي تم استهدافها تقع قرب معسكر الصمع، وهو أحد معسكرات الجيش اليمني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات المخلوع صالح. عبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن استعداد بلاده لإجراء محادثات سلام مع كوريا الشمالية، ورحب بما وصفه بضبط النفس الذي أظهرته مؤخرا فيما يخص برنامجها للأسلحة أظهرته كوريا الشمالية. وقال تيلرسون للصحفيين إن بلاده لم تشهد أي إطلاق لصواريخ أو تصرفات استفزازية من كوريا الشمالية منذ الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن، في إشارة للعقوبات التي أقرت على بيونغ يانغ في 5 أغسطس.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إن وفودا من إيران والسعودية ستتبادل الزيارات الدبلوماسية قريبا وفق ما ذكرت وكالة رويترز، وأضاف أن الزيارات قد تحدث بعد انتهاء موسم الحج في الأسبوع الأول من أيلول سبتمبر، وستكون هذه أول علامة على تحسن العلاقات بين البلدين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية العام الماضي. بعيدا عن السياسة، قامت عائلة الفنانة السورية الراحلة فدوى سليمان وأصدقاؤها اليوم بتشييعها في العاصمة الفرنسية باريس داخل مقبرة مونتروي، ووفق بيان العائلة فإن حفل تأبين آخر سيجري في مكان عام يتم تحديده قريبا. وكانت فدوى قد توفيت الخميس الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض ونعاها الآلاف من السوريين. منظمات إغاثية يمنية تقدر الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي بحوالي 17 مليون شخص. تفاصيل أوفى حول الكارثة الإنسانية التي تمر بها اليمن بعد الفاصل. نتابع مشاهدينا في استوديو الآن. أسقطت القوات العراقية منشورات تطالب المدنيين بالابتعاد عن مواقع تنظيم داعش وتعدهم بفتح ممرات آمنة للخروج. وأبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قلقها من نزوح آلاف المدنيين من تل العفر، كما أكدت أن هناك حوالي 30 ألف مدني ما زالوا محاصرين. المزيد في التقرير التالي. العمليات العسكرية في تل العفر تسببت في فرار آلاف المدنيين، وقال مصدر عسكري عراقي إن نحو 10 آلاف مدنيين فروا من المناطق المحيطة بقضاء تل العفر غرب مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية مع استمرار معارك استعادتها من داعش. المصدر أوضح أنه تم نقل الفارين إلى مخيمات مؤقتة كانت قد أنشئت خلف الخطوط الدفاعية استعدادا لاستقبال الفارين من المعارك. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك قال إن ما يقارب من 30 ألف مدني محاصرون بسبب المعارك الدائرة في مدينة تل عفر العراقية التي تحاول القوات العراقية تحريرها من تنظيم داعش. وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من استخدام المدنيين العراقيين دروعا بشرية، بالإضافة إلى خشية المنظمة من تعرضهم لعمليات إعدام خارجية عن القانون أو انتهاك حرياتهم. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بالسماح للمدنيين بمغادرة منطقة المعارك. من جهتها حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة العراقية على بذل المزيد من الجهود لمساعدة آلاف النساء والفتيات اللواتي انتهك داعش حقوقهن بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء الماضي. فمع تقدم الجيش العراقي واشتداد حدة المواجهة مع تنظيم داعش في تل العفر يزداد قلق المنظمات الحقوقية على الوضع الإنساني. وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أنهم يشعرون بالقلق على النساء والفتيات اللواتي يحتجزن عند تنظيم داعش، ولا سيما المنتميات إلى الجماعات الإيزيدية والأقليات الأخرى. المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة من جانبها قالت أنهم تلقوا تقارير عن آلاف الأشخاص الذين يفرون من النزاع على مشارف تل العفر. ومنذ 18 أغسطس تم استقبال حوالي 1500 شخص في موقع الطوارئ للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الحاج علي، وأكثر من 1700 شخص في موقع الجيارة. وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتجنيب المدنيين ويلات المعركة، إلا أن كثيرا من الهواجس تؤرق المنظمات الحقوقية، منها عملية نقل النازحين وتوفير المخيمات الملائمة لإيوائهم. بداية نقف على آخر تطورات العسكرية بأربيل. ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، مساء الخير، ما الذي يحدث؟ كل التفاصيل من عندك لو سمحت. نعم، استمرت العمليات العسكرية هذا اليوم أيضا، خاصة داخل مركز مدينة تل العفر. فمن الغرب تمكنت قوات مكافحة الإرهاب هذا اليوم من تحرير الحي الصناعي الجنوب، الصناعة الجنوبية تمكنت من تحريرها بالكامل. أيضا من الجهة الشرقية تمكنت من الفرقة 16 من السيطرة على مفرق الفتك الواقع على الطريق الدولي الرابط بين المون وسوريا، على الطريق الاستراتيجي تمكنت هذه القوات هذا اليوم من السيطرة عليه وتطهيره. أيضا قطعت من الفرقة 15 ايضا حاولت
ثلاثة صورة هذا اليوم شرفية مدينة تلحفر التي هي العاشق الأولى والعاشق الثاني وكل جاسم من هذه الجهة، ووصلت هذه القطعات أيضا إلى الحدود الإدارية لمركز قضاء تلحفر. حاليا ميسون القطعات العراقية من المحاور الأربعة وصلت إلى الحدود الإدارية لمدينة تلحفر. بالساعات القادمة سوف تبدأ جميع المحاور بالتقدم باتجاه مركز مدينة تلحفر لغرض تحريرها. ميسون من القادة العسكريين هنا علمنا بأن تنظيم داعش ومقاتلو داعش لا يبدون أي مقاومتهم ضعيفة جدا، هم ينهارون أمام القوات العراقية حال تقدمها. هذا هو أبرز ما لاحظته القوات العراقية وما لاحظه أيضا نحن خلال تواجدنا مع القوات العراقية في مدينة تلحفر. من المؤمل خلال الساعات القادمة أن يتم تحرير عدد من الأحياء المهمة في مدينة تلحفر، خاصة الجهة الشرقية منها وتحديدا الحي العسكري. هذا الحي الذي من المتوقع أن يشهد مقاومة شرسة نظرا لتمركز عدد كبير من مقاتلي داعش في هذا الحي وفي هذه الجهة. من المؤمل أن تستمر العمليات أيضا دون توقف، هذا ما علمناه هذا اليوم، تستمر دون توقف خلال الأيام الماضية إلى حين إنجاز العملية بالكامل وهي تحرير قضاء تلحفر بالكامل ومركز المدينة. أيضا ميسون ملاحظة أخرى أيضا أردت بالتقرير فيما يخص المختطفات اليزيديات، القوات العراقية مهتمة جدا بهذا الموضوع حيث تستعين ببعض الأهالي من القرى اليزيدية القريبة هي ترافق القوات العراقية أثناء تقدمها إلى مدينة تلحفر وفي داخل الأحياء لغرض التعرف على بعض المختطفات اليزيديات الذي من المتوقع أن هناك أعداد كبيرة منهم لا زالت محتجزات داخل قضاء تلحفر. نعم طيب، شكرا لك على كل هذه المعلومات وسام يوسف مراسل أخبار الآن، شكرا. من أربيل أيضا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية سيف الشمري منسق الشؤون الإغاثية والإنسانية بالمشروع العربي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد سيف. إذا نتحدث عن آلاف من الفارين ونتحدث عن مخيمات مؤقتة، هل ممكن بداية أن نقف على التفاصيل إن كان من حيث الأعداد أو من حيث ظروف المخيمات؟ مساء الخير على حضرتك ولمشاهدي قناة الآن الكرام. مع بدء العمليات العسكرية في مدينة تلحفر تم وضع خطة استجابة إنسانية تقودها الحكومة العراقية بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة الدولية والشركاء المحليين والدوليين المتواجدين في الميدان. تم تهيئة مراكز استقبال للعوائل النازحة، مراكز مؤقتة هي خلف الخطوط القتالية في تخوم مدينة تلحفر، تمهيدا لنقلهم إلى المخيمات الدائمية في الموجودة في مدينة الموصل، سواء جنوب الموصل في منطقة القيارة أو بعض العوائل وصلت إلى مخيمات الخازر وحسن شام. نعم طيب، لماذا لا نتحدث عن اليوم استفادة مما حدث في الموصل؟ طبعا متوقع هذه المأساة، هل نتحدث عن ظروف أصعب ممكن أن نصل إليها؟ كتحضيرات إنسانية نتحدث طبعا، يعني من المحتمل أن لا نصل. نعم، من الممكن أن لا تحصل ما حصل في مدينة الموصل لأن الأعداد كانت جدا كبيرة. عدد النازحين مع بدء عمليات لحين انتهاء المعارك في مدينة الموصل تجاوز 900,000 نازح. نحن اليوم نتحدث عن عدد بالحد الأقصى لا يتجاوز 40,000 نازح، لذلك لا يمكن وصول ما وصلت إليه حال النازحين في معارك الموصل، إلا أنه هناك معاناة، هناك درجات حرارة مرتفعة يعاني منها النازحين، المخيمات لا زالت تتواجد بها عوائل من الجانب الغربي من مدينة الموصل، الجانب الأيمن، كون هذه المناطق في الجانب الأيمن لا زالت مدمرة وتعاني من عدم عودة أهلها إليها، لذلك المخيمات هي أصلاً تتواجد بها أهالي مدينة الموصل، لهم لا يذهبون إلى مخيمات فارغة وجاهزة لاستقبالهم. مجرد بعض العوائل عادت إلى مدينة الموصل دخل بدلا عنهم نازحين من مدينة تلحفر، وهذه نقطة سلبية بطبيعة الحال، صحيح؟
بالتأكيد طبعا هناك يعني جهود وزارة الهجرة والوزارات ذات الصلة وكذلك الحكومة العراقية والمنظمات الدولية، هي جهود مستمرة بين انقسمت بين خدمة النازحين المتواجدين أصلا من مدينة الموصل، وضافت إليها مهام استقبال النازحين الجدد من منطقة تل عفر، لذلك تضاعفت عليهم الجهود والعمل، إضافة إلى أن المنظمة الدولية هي أصلا تعاني من نقص في التمويل. هناك نداءات أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لزيادة دعمها وتمويلها من أجل تقديم أفضل ما يمكن من خدمات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في ظل خروج هذه العوائل من ظروف حرب، من احتلال، كونهم قبعوا تحت سلطة الإرهاب مدة زادت عن سنتين أو 3 سنوات. نعم، طيب القوات العراقية وعدت بفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج، أنتم أيضا إلى أي درجة تنسقون بهذا الإطار وماذا يمكن أن نعرف؟ بالطبع نحن متواجدون في الميدان رغم القيود والظروف التي وضعتها بعض السلطات المحلية في محافظة الموصل على المنظمات المحلية اللي موجودة هناك، إلا أن عملنا مستمر ومستمرين في مراقبة الممرات الآمنة واستقبال النازحين وكذلك الاستفسار منهم عن عدد العوائل الحقيقي اللي موجود هناك، بغض النظر عن الأعداد التخمينية التي تحدثت عنها تقارير الأمم المتحدة، إضافة إلى معرفة ظروفهم وما يتوفر من مستلزمات المعيشة داخل مدينة تل عفر في ظل المعركة الجارية حاليا من مواد غذائية، من ماء صالح للشرب، من مساعدات طبية وإنسانية، لذلك وجدنا العديد من العوائل بحاجة إلى مساعدات طبية عاجلة تم توفيرها من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية التي كانت باستقبالهم لدى النقاط الأمنية اللي موجودة في استقبال النازحين. طيب إلى أي درجة مهم موضوع إخراج المدنيين اليوم كي لا نتحدث عن معضلة استخدام داعش للمدنيين كدروع بشرية التي يعني لطالما كنا نتحدث عنها طيلة وقت معركة الموصل؟ طبعا حياة الإنسان هي مهمة بالدرجة الأولى لدى كل الأديان ولدى كل الجهات ولدى كل المنظمات، يعني لدى أبسط، لذلك يجب على الجميع أن يحافظ على الإنسان وأن لا يستغل حاجته للأمن والغذاء مقابل مكاسب سواء عسكرية أو أمنية أو سياسية بغض النظر عن هذه الظروف، لذلك حياة الإنسان هي مهمة جدا سواء النساء أو الأطفال وكذلك الرجال. حثت القوات العراقية منذ معارك الموصل على توفير الممرات الآمنة وتوفير كل مستلزمات حمايتهم لحين انتقالهم إلى المخيمات الدائمية التي هي عادة تكون في مناطق آمنة بعيدة عن مناطق القتال. بالنسبة لموضوع استخدامهم كدروع بشرية، الجميع يعلم أن تنظيم داعش هو تنظيم إرهابي، لا يستطيع أحد أن يخاطبه بأي لغة ليمنع هذا الشرط أن لا يستخدم الناس كدروع بشرية أمام المعارك التي تحدث هناك. طيب إلى أي درجة أنتم اليوم من المفترض يعني أن تكونوا مجهزين وقادرين على التعامل إنسانيا أكثر مع معركة تل عفر سيد سيف، خاصة بأنه هي مختلفة وأقل وطأة كما قلت حضرتك بالبداية عن معركة الموصل؟ يعني بمعركة الموصل المأساة فاقت التوقعات ولم تكن بطبيعة الحال على قدر المساعدات. صحيح، احنا اليوم في العراق صارت عندنا تجارب عديدة في موضوع النازحين وتحرير المدن، بديناها من الأنبار ثم إلى الفلوجة إلى صلاح الدين ومرورا بالموصل لحين الآن معركة تل عفر، وبانتظار قادم الأيام الانتقال إلى مناطق الحويجة وغرب الأنبار. بالنسبة لمعركة تل عفر هي تعتبر رغم عدد العوائل اللي يتجاوز 30 أو 35 ألف عائلة اللي الآن محاصرين وفي طور استقبالهم الآن، إلا أنها تعتبر شيء بسيط أمام ما شاهدناه من مدينة الموصل في جانبيها الغربي والشرقي الذين عانوا ما عانوه من صعوبات عبورهم من الممرات الآمنة لحين وصولهم إلى نقاط الاستقبال المؤقتة ثم بعد ذلك إلى مخيمات الدائمية التي أوتهم ووفرت لهم مستلزمات الحياة من صحة وغذاء وماء صالح للشرب.
اليوم استعداداتنا كاملة، قوافلنا موجودة، إلا أنه مثل ما ذكرت هناك بعض القيود البسيطة التي وضعتها الحكومة التنينة والمحلية تجاه أمام المنظمات المحلية اللي موجودة في الموصل. بصراحة لا نعلم ما سببها، إلا أنه مجرد تفسيرات حسينا أن هناك ممكن على آخر تطورات ما يحدث معركة اللعفر، ودائما طبعا مع حضرتك فيما يتعلق بالوضع الإنساني. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من إربيل، سيف شمري منسق شؤون الإغاثية والإنسانية بالمشروع العربي، شكرا لك سيد سيف. في اليمن قدرت منظمات إغاثية أن نحو 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، في حين تقول الأمم المتحدة أن نحو 7 ملايين شخص هم غير متأكدين ما إذا كانوا سيحصلون على الوجبة القادمة. وأغرقت ممارسات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح اليمن في أزمة إنسانية طاحنة. وحذرت الأمم المتحدة بهذا الإطار من أن طفلا يقل عمره عن 5 سنوات يموت كل 10 دقائق في اليمن لأسباب يمكن الوقاية منها. عملنا بكل جهدنا للمعالجة، ونظرا للظروف المعيشية التي تمر بها البلاد تدهورت حالته الصحية، وأصبح يعني لا يتلقى العلاج ولا يأخذ الرعاية الكاملة. الظروف المعيشية صعبة، حيث أنا عاطل عن العمل وعندي مصاب بمرض السكر، ولا أقدر الوقوف على نفسي ولا عليه. لدينا في استوديو الآن أيضا تدمير شبه كامل أصاب المحاصيل الزراعية في ريف درعا بعد حصار تنظيم داعش للمزارعين وقطع المياه عنهم. ما عادش نقدر نطلع مي وما بنقدرش ننزل على الوادي نظبط الخطوط عشان نرجع نزق الخضرة، خربت انكبت بوجوهنا اللي بخافوا الله. أنا زلمي مزارع، زارع بامية، كل سنة بنشر بزرع بامية وبعيش من وراء الباميات. السنة حصرنا الدواعش بسبب الحصار بنشر البامية ما بنلاقي. نتابع في استديو الآن. نشرت وكالة رويترز الأنباء تقريرا سريا جديدا للأمم المتحدة يكشف معلومات حول مصدر ترسانة الكيماوية لنظام الأسد. يقول التقرير إن كوريا الشمالية أرسلت خلال الأشهر 6 الماضية شحنتين من الأسلحة إلى مركز جمرايا في سوريا. ويوثق التقرير انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها، ويقدم أدلة جديدة على استخدام النظام للسلاح الكيماوي في سوريا. وأوضح أيضا أن التعاون العسكري بين بيونغ يانغ ودمشق تجاوز شراء وبيع تكنولوجيا الصواريخ ووصل إلى شراء الأسلحة الكيماوية. وبحسب التقرير فإن دولتين اعترضتا شحنات كانت في طريقها إلى سوريا ربما تحمل أسلحة كيماوية. حول الموضوع ينضم إلينا من بروكسل نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. مساء الخير، أهلا بك معنا. قراءة أولى لهذا التقرير، أي تساؤلات لديكم عليه، ولماذا نتحدث عن هكذا تعاون اليوم؟ مساء الخير استاذ ميسو لك والاستاذ المشاهدين. اهلا وسهلا. في الواقع هي ليست بأحداث جديدة على المشهد السوري، طبعا كان هناك في مقابلات سابقة ذكرت بأن هناك لا زال يوجد استيراد للمواد الأولية لتصنيع الأسلحة الكيميائية عبر شركات للأدوية، وأيضا كان هناك قائمة عقوبات مفروضة من مجلس الأمن على العديد منها. اليوم سيناريو تسليم الأسلحة الكيميائية أو المواد التي تنتج منها هذه الأسلحة طبعا هو غير غريب على المجتمع الدولي، وطبعا اختراق هذا النوع من قرارات مجلس الأمن واللجوء إلى إعطاء دولة قد أعلنت عنها مسبقا منظمة حفظ الأسلحة الكيميائية بأنها أزالت الترسانة بشكل كامل، طبعا هو معاداة للأمن في الشرق الأوسط وأيضا لاتفاقيات منظمة حفظ الأسلحة الكيميائية. أها. طيب، اليوم ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون تحدث عن وكأنه في يعني تخفيف للهجة مع كوريا الشمالية، ووصف ضبط نفس ما يحدث وما يخص ترسانة كوريا الشمالية الكيماوية. كيف يمكن ربط الموضوعين؟ في هذا الصدد أنا أعتقد بأن العمل على يعني طرح الأسلحة الكيميائية على الطاولة بهذه الطريقة أو العمل على
تسليم مخزون أو مواد لدول طبعا لديها عقوبات في مجلس الأمن هو تحدي أكبر لقرارات سياسية طبعا تكون في بعض الأحيان في الرقم مجلس الأمن وأيضا في المنظمات الدولية الفاعلة. اليوم أنا أرى بأن إحالة أنا أرى بأن هذا الاختراق أو هذا النوع من الاختراق الذي كشف للعلن عبر رويترز وعبر منظمات كانت تراقب ودول كانت تراقب حركة نقل الأسلحة الكيميائية في سوريا هو عار للمجتمع الدولي، وطبعا يعود الأمر إلى جدية منظمة الأسلحة الكيميائية في التعامل مع هذا الملف ونقله إلى مجلس الأمن كما أوفد بالتقارير طبعا التي أكدت على نقل مخزون سابق. وطبعا واليوم نرى بأن هناك شحنات قد أوقفت كانت ستنقل أسلحة كيميائية سيباد بها المدنيون في سوريا. طيب إلى أين ممكن أن يأخذنا هذا التقرير فيما يتعلق بتوثيق الكيماوي بالأزمة السورية وما يصفه كثيرون اليوم؟ يعني ببعض المقالات تحدثوا بأنه دكتاتور بيونغ يانغ هو الذي كان ينقص أن يضع لمسته الخاصة على ما يقوم به الأسد بسوريا. هذا يعتمد على جدية منظمة حزب الأسلحة الكيميائية في التعامل مع هذا الموضوع. أنا أعتقد وأنا أعلم جيدا بأن هناك فريق مختص يتابع حركة السلاح الكيميائي حول العالم، وأيضا هناك من طبعا يراقب ويسجل كل هذه الانتهاكات، وطبعا هناك مذكرات تحال إلى الأمانة الفنية والمجلس التنفيذي في المنظمة ثم إلى مجلس الأمن. وبالتالي طبعا كما ذكرت قبل قليل هذا يعتمد على جدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذا النوع من الملفات والحرص على أن لا يكون هذا الملف خطر في يوم من الأيام على الشرق الأوسط وعلى الخليج العربي وعلى العالم بأجمع، بما أن هناك يوجد آلة تصنع وتنقل وتستخدم وتقتل كل شيء حي بواسطة الأسلحة الكيميائية التي طبعا حذر منها المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأصر بعقوبات مرفقة في الميثاق السابع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ذكر بأن من المحتمل اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لسحب الترسانة ومعاقبة كل المجرمين. 5 سنوات في سوريا الأسلحة الكيميائية تستخدم بشكل ممنهج طبعا لم وعلى مرأة ومسمع العالم. طيب متابعة بهذه التقارير مع كل جديدها، بهذه التوثيقات مع كل جديدها، وبالمقابل ما يحدث من اجتماعات حتى لو نتحدث على لا نتائج بعد آخر الاجتماعات، اجتماع المعارضة بالرياض، يعني نأخذها بطريقة ما حتى لو لا نجد على الأرض كحلول بطريقة إيجابية؟ هذا السؤال سياسي بعض الشيء. انا اعمل في طبعا في السلك الاكاديمي والعلمي لتوثيق استخدام الاسلحه الكيميائيه. صحيح. اعتقد ولكن يعني أعتقد بالتوازي مع هذه التوثيقات الانتهاكات اللي جزء كبير منها ذكرتها انا تتعلق بعملك موضوع الانتهاكات الكيماويه سيد نضال، ايضا مفروض تعنيكم ما يحدث ايضا بالمطابخ الاخرى السياسيه وما الى ذلك. بمختصر شديد هناك تقارير أحيلت، وأيضا منظمة حزب الأسلحة الكيميائية تعي حجم الكارثة الإنسانية التي أصابت السوريين نتيجة استخدام أسلحة كيميائية وأيضا نتيجة عدم ردع مستخدمي هذه الأسلحة. اليوم نحن بحاجة إلى قرار سياسي لإيقاف المجرمين وإحالتهم إلى العدالة، وإن لم يكن فنحن مستمرين بالتوثيقات، وأيضا وسنلجأ يوم من الأيام إن لم يحاكم في دول الغرب أو في محكمة الجنايات الدولية باستثناء مجلس الأمن سيحاكم في الأراضي السورية. شكرا لك. من بروكسل نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. يعتمد أهالي بلدة حيط في درعا على الزراعة، ومنذ حصار تنظيم داعش وقطع المياه عنها باتت المحاصيل الزراعية أثرا بعد عين، ويسعى أهالي البلدة إلى استجرار المياه عبر أنابيب من أسفل وادي اليرموك، لكن مسلحي داعش يطلقون النار عليها لتخريبها، قاطعين بذلك أي وسيلة قد يستفيد منها المزارعون لسقي مزروعاتهم. مراسلنا محمد الحوراني رصد لنا جانبا من المعاناة وأعد هذا التقرير. عمل تنظيم داعش منذ حصاره لبلدة حيط الواقعة غرب مدينة درعا على قطع المياه الواصلة إليها، ويسعى المزارعون للتغلب على قطع المياه من خلال الأنابيب، ولكن مسلحي داعش يعاودون قطعها من خلال إطلاق النار عليها.
حسان مزارع من بلدة حيط خسر جزءا كبيرا من محصوله هذا العام بسبب قطع التنظيم للمياه واستهدافه للمزارعين أثناء عملهم في بساتينهم. ساحبين خط من الوادي وكثر ما بقوسوا بالليل وهذا بيبغطوا الخطوط وما عادش نقدر نطلع مي وما بنقدرش ننزل على الوادي نظبط الخطوط مشان نرجع نزق الخضره، خربت انكبت بوجوهنا اللي بخافوا الله. وفي حين يتمكن بعض المزارعين من الحصول على المياه لبساتينهم بصعوبه وانقاذ ما تبقى من محاصيلهم، الا انهم لا يتمكنون من تصريف تلك المحاصيل بسبب قطع الطريق من قبل مسلحي داعش. ابو جهاد يجني ما تبقى من محصوله لبيعه في السوق المحلية بأسعار لا تكاد تغطي تكاليف إنتاجها. أنا زلمي مزارع، زارع بامية، كل سنة بنشون بزرع بامية وبعيش من وراء الباميات. السنة حصرونا الدواعش بسبب الحصار بنشون البامية ما بنلاقي طريقة نصرفها. البامية ظلت تهجم طعمها ويبست البامية. كيلو البامية حقه 1000 و1500 عم بيشتروا مننا هون 100 200 ليرة بسبب إنه ما فيش عندنا آلية لنصرف البامية. التجار عم تأخذها ببلاش قاعدة. يعني كبينا رزقنا بالوطاء بسبب حصار الدواعش علينا على بلدة حيط. مزروعات تالفة تنذر بكارثة زراعية في منطقة حوض اليرموك عامة وبلدة حيط خاصة المشتهرة بالزراعة والتي كانت سابقا من أهم البلدات المصدرة للخضروات الصيفية إلى دول الجوار والمحافظات السورية كافة. فعمد تنظيم داعش منذ أشهر على تضييق الخناق على هذه البلدة لإجبارها وإخضاعها لسلطة دولة البغدادي المزعومة والمرفوضة من أهل المنطقة كافة. هؤلاء المزارعون في بلدة حيط يقدحون ليل نهار للوصول إلى موسم زراعي ناجح، ولكن تنظيم داعش الإرهابي يضيق الخناق عليهم بقطع خطوط المياه التي أدت إلى خراب محاصيلهم الزراعية. محمد الحراني، أخبار الآن، بلدة حيط، غربي درعا. اختتمت اجتماعات الرياض بين الهيئة العليا التفاوضية ومجموعتي القاهرة وموسكو التي خصصت للبحث في الحل السياسي بالتحديد مسألة مصير رئيس النظام بشار الأسد تمهيدا لتشكيل وفد موحد للمعارضة في مفاوضات جنيف. ورغم أن مجموعة موسكو لا تزال ترفض الخوض في مصير الأسد، فيما تدعو كل من الهيئة العليا للمفاوضات ومجموعة القاهرة إلى أن يكون مستقبل الأسد مستقبل سوريا دون الأسد، إلا أن كل الأطراف تحدثت عما وصفته ببوادر إيجابية، ما مرد التفاؤل وما حقيقة ما قيل عن مبادرات تجري دراستها الآن؟ هذه الأسئلة يطرحها للنقاش الزميل هاني الملاذي في ملف برنامجه الأسبوعي الذي يأتيكم على رأس الساعة القادمة. ونحن نتابع معكم في استوديو الآن. بالونات حرارية سلاح يحارب فيه ناشطون في كوريا الجنوبية جارتهم الشمالية. نتابع معكم مشاهدينا في استديو الآن. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في بيان لها أن استغلال الأطفال من قبل جماعة بوكو حرام المتطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية في نيجيريا زاد عن العام الماضي بأربعة أضعاف. هذا البيان جاء بعد أسبوع فقط من دراسة توصلت إليها كل من مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت وجامعة ييل الأمريكية بأن غالبية الانتحاريين الذين تستخدمهم بوكو حرام هم نساء وأطفال. تفاصيل أوفى مع الزميلة ديما نجم. مع تزايد الإجراءات الأمنية ضدها حول العالم، تعمل التنظيمات الإرهابية على زيادة استغلال الأطفال لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الأبرياء، مستغلة صغر سنهم في عدم إثارة شكوك حولهم. في السياق أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في بيان لها الثلاثاء عن قلقها الشديد بشأن الزيادة المروعة في الاستخدام الوحشي المحسوب للأطفال خاصة البنات كقنابل بشرية في شمال شرق نيجيريا، موضحة أن مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة أرسلوا أطفالا لتنفيذ تفجيرات انتحارية هذا العام تزيد أعدادهم أربعة أضعاف على من أرسلوهم في عام 2016 بكامله. أشارت يونيسف إلى أن 83 طفلا استخدموا كمفجرين منذ الأول من كانون الثاني يناير من العام الحالي، بينهم 55 فتاة غالبيتهن تقل أعمارهن عن 15 عاما و27 صبيا، أحدهم كان رضيعا مربوطا بجسد فتاة
بينما استخدمت الجماعة الإرهابية 19 طفلا في التفجيرات خلال العام الماضي. اكتسبت بوكو حرام سمعة وحشية، خاصة عقب اختطافها أكثر من 200 تلميذة في بلدة تشيبوك في شمال شرق نيجيريا في نيسان أبريل من عام 2014، في وقت تقول منظمات إغاثة إنها خطفت آلافا آخرين من الكبار والأطفال. وتقول مديرة إحدى وكالات تقديم الاستشارات النفسية للذين تعرضوا للخطف إن أطفال في الرابعة من أعمارهم من بين 209 أشخاص تمكنوا من الفرار، وساعدتهم وكالتها منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يتمكنون من الفرار إما تحتجزهم السلطات أو ينبذون من قبل أسرهم ومجتمعاتهم. تسعى بوكو حرام لإقامة دولة متشددة في منطقة بحيرة تشاد التي تمتد في أجزاء من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، وقد أودى تمردها الذي دخل عامه الثامن بحياة أكثر من 20,000 شخص وأجبر أكثر من 2,000,000 شخص على الفرار من ديارهم. يقوم ناشطون في كوريا الجنوبية بإرسال بالونات حرارية في السماء علها تصل لجارتهم الشمالية، وذلك بهدف إيصال ما يحدث في العالم الخارجي لسكان أكثر الدول عزلة في العالم. معظم الناشطين هم كوريون شماليون هاربون من حكم بيونغ يانغ. المزيد حول الفعاليات التي ينظمونها في تقرير الزميلة حنان ظاهر. حرب هادئة تدور في سماء شبه الجزيرة الكورية، منشورات بلاستيكية أخف من الريشة تحملها بالونات حرارية منزلية الصنع تدعو إلى الديمقراطية أو تسخر من زعيم كوريا الشمالية، يرسلها ناشطون في كوريا الجنوبية معظمهم هاربون من أكثر الدول عزلة عن العالم. ناشطون آخرون يرسلون وحدات التخزين الفلاش محملة بمسلسلات كورية جنوبية أو برامج وثائقية قصيرة حول الثروة الكبيرة التي يمكن أن يحققوها في كوريا الجنوبية، أو يرسلون فواتيرهم المدفوعة بالدولار الأمريكي، وفي بعض الأحيان يرسلون أغلفة طعامهم الفارغة الملطخة ببقايا الطعام حتى يرى الشماليون جودة الحياة التي يعيشها أشقاؤهم الجنوبيون. الكثير مما يرسله الناشطون من الرسوم الكاريكاتورية الساخرة أو المسلسلات الجنوبية المسروقة التي تحكي عن الحب المفقود لا تبدو خطيرة على الإطلاق، لكن الباحثين واللاجئين الكوريين الشماليين يقولون إن المعلومات التي تصل إلى الشماليين عن الخارج ساعدت على إحداث كثير من التغييرات، من لهجة محكية جديدة إلى تغيير في اللباس الخارجي وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في اقتصاد البلد الآخذ في الاتساع. بيونغ يانغ من جهتها تلاحق الناشطين وتعتبر هذه المنشورات عبر السحاب ريحا صفراء، على الرغم من أنها هي نفسها كانت ترسل منشورات مضادة ودعائية للحياة في كوريا الشمالية. مدى تأثير ما يقوم به النشطاء غير واضح، فالمهربون قاموا بإيصال المسلسلات الجنوبية والأمريكية لسنوات، لكن هذه الأنشطة تستفز بشكل كبير حكومة بيونغ يانغ التي تعاقب بشدة حملات البالونات التي تحمل تحريضات سياسية على حكمها، ويمكن أن تؤدي هذه الحملات لإشعال توترات سياسية قد تؤدي إلى تطور عسكري. لذلك توقفت كوريا الجنوبية رسميا عن دعم هذه الحملات، ودعا الرئيس الجديد مون جاي إن الناشطين إلى التوقف عن إرسال البالونات لأنها قد تؤدي لتطور عسكري هم في غنى عنه حاليا. تحدثنا قبل قليل عن اليونيسف والتقرير الذي يتحدث عن بوكو حرام وتجنيد الأعداد المضاعفة من الأطفال لتنفيذ الهجمات مقارنة بالعام الماضي 4 أضعاف. من تونس معي الدكتور معز الشريف رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل والمختص بعلم نفس الأطفال. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد معز. إذا ما تحدثنا بموضوع حقوق الطفل، يعني لخصت لنا زميلة ديما معاناة الأطفال هناك، ولكن ماذا نعرف عن الاتفاقات الموقعة مع اليونيسف ولحماية الأطفال من هذه النزاعات الحربية؟ هنالك اولا الاتفاقيه نتاع بيرين منذ 2007 اللي تمكن من الدفاع والحمايه على الاطفال ضحايا النزاعات الحربيه، والكيفيه الضحايا نتاعهم برشا انواع، فما الاطفال الجنود اللي وقع التجنيد نتاعهم وانخراطهم في النزاعات الحربيه كما وقع مع الاطفال
الدواعش مع سوء الحظ، وهنالك زاد الأطفال اللي هشمت المدارس بتاعهم وما عادش عندهم اللجوء ممكن للمستشفيات وللمعالجة ولا حتى للتطعيمات، وعندهم تأخير وتأثيرات نفسية وصحية كبيرة. فما ثالثا الأطفال اللي ينعصوا فاقدي السند، اللي فقدوا واحد من الأولياء بتاعهم، الأطفال اللي أجبروا للجوء. طيب كجمعيات دفاع عن حقوق الإنسان، نعم هذا فيما يتعلق بوضع الأطفال، تنخرط في الاتفاقية باريس لإعادة أطفال الضحايا النزاعات الحربية. طيب أين هذه الاتفاقات؟ هل يتم متابعة بنودها أو المطالبة بما خلصت إليه وبما تتضمن هكذا اتفاقيات بهكذا أوضاع؟ نعم، فمثلا ضمن هذه الاتفاقية قامت اليونيسيف بتحرير أكثر من 180 ألف طفل جندي كان مجند، ووقع تأهيلهم وإعادة إدماجهم ضمن المجتمعات نتاعهم، خاصة في المناطق نتاع إفريقيا في جنوب الصحراء بعد كل الحروب الأهلية اللي كانت منتشرة هنالك من سنة 2000 إلى يومنا هذا. وقع تأهيل أكثر من 115 ألف طفل في سنة 2015، وقع تحت رعاية اليونيسيف تأهيل وإعادة إدماج أطفال كانوا مجندين ومشاركين في النزاعات الحربية بعدد 8000. لكن باش ينجم البلد ينتفع بهذه الخدمات لازم يكون منخرط في الاتفاقية هذه، وكذلك تنص الاتفاقية على عقوبة من كان هو متسبب في تأهيل الأطفال ودمجهم في النزاعات الحربية. يعني هكذا جمعيات توثق حتى لو تحدثنا عن مطالبات ومحاسبات فيما بعد، دائما نقول يعني سيحاسب مرتكبو هذه الفظاعات مهما طال الزمن. نتحدث عن حوادث مشابهة فعلا، عن محاسبات مبدئيا ثم إرادة أممية لمتابعة هؤلاء، لأن إلى يومنا هذا في القانون الدولي لا يوجد عقاب يسلط على من يستقطب الأطفال، من يقوم بتأهيلهم ذهنيا، لكن الاستغلال نتاعهم في النزاعات الحربية هناك اتفاقيات دولية، ويجرم كل من يستغل الأطفال في النزاعات الحربية دون، ولكن من يستغله هو من يستقطبه. صحيح، لكن فما درجة الاستقطاب اللي هي تمس عدد كبير وكبير جدا من الأطفال، والاستغلال من أقلية، لكن الأطفال اللي وقع التأهيل نتاعهم دون الاستغلال يشكلون مشكل في المجتمع، لأنهم حاملين عنف، حاملين سلوكيات ممكن تكون محفوفة بالمخاطر للمجتمع اللي يتعايش فيه، ولذا يجب التأهيل نتاعهم قبل إعادة الإدماج نتاعهم. صحيح، لذا دائما المخاوف ليس فقط من معاناة الجيل الحالي، من جيل المستقبل. أنا أشكرك دكتور معز الشريف، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل والمختص بعلم نفس الأطفال. لدينا أيضا في استوديو الآن، بعد سنوات من الود إدارة برشلونة تقاضي نيمار. نتابع معكم في استوديو الآن مشاهدينا، القلب ينبض حنينا وشوقا للعودة إلى سوريا، هذا هو حال الكثير من اليافعين الذين أجبرتهم الظروف القاسية على الخروج من سوريا، متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم على الرغم من بعدهم جغرافيا عن أجمل محطات طفولتهم. إبراهيم هواش الذي غادر حمص برفقة والدته يروي لنا قصته. وحيد لأمه
يتيم الأب بعدما غدرت به رصاصة طائشة خلال الحرب، يعيش في مخيمات النزوح في لبنان، لكن قلبه وعقله وروحه في حمص التي تركها مرغما. أنا عايش يتيم بلا أب بلا بلاد، وأنا أمي بدلت تعلمني العادات والتقاليد تبعتنا بسوريا، وبتمنى أرجع سوريا وعيد هالعادات وعيد هالتقاليد. بتمنى يعني أرجع ترجع كل أهالي سوريا، كل من محتاج هون يرجع سوريا إن شاء الله. ياريت نرجع هلا سوريا. صحيح أن إبراهيم كون لنفسه صداقات جديدة داخل المخيم، لكنه يتذكر يومياً رفاق الملعب وزملاء الدراسة وكرم الوالد. بتذكر بلدي وضيعتي وبيتي وأولاد عمومتي وقرايبيني هناك، وبي ما كان يحرمني من شيء الحمد لله، وكل شيء يعني ما كنا محرومين من شيء. ذكرياتك بالمدرسة؟ ذكرياتي بالمدرسة أصحابي اللي راحوا ولا ما عم شوف منهم حدا. بالمدرسة كانت عندنا تمام يعني، وما كان يحرمنا من شيء، ولا أصحابي راحت ما عم شوف ولا واحد منهم. يوميات إبراهيم حزينة، فقد سرقت منه الساحات والأماكن التي شهدت على طفولته، ليصبح يافعا في بلاد النزوح يتحسر على ما فاته، لكن الأمل يبقى دائما الأقوى. نعبنا نرجع مثلا على ضيعتنا، ألعب مع أصحابي بالشارع بالملاعب هناك، نطلع نحن على المسابح مثلا، نلعب كل شيء يعني. ما لازم نحن نكون بسوريا، ما هذا الظلم؟ والله ظلم، حرام يعني. إن شاء الله نرجع سوريا، ونحن متأملين في أمل نرجع سوريا إن شاء الله، وسوريا بتضل أمنا الحنوني، وإن شاء الله رح نرجع لها إن شاء الله بإذن الله. إبراهيم ينشأ بعيدا عن الدار، لكن والدته ورغم معاناتها الصحية والنفسية جراء النزوح تحرص على توريثه العادات والتقاليد السورية وعلى تربيته الحسنة والمسار الصحيح. الله يهدي هالأوضاع إن شاء الله، ونرجع لبلادنا إن شاء الله يا رب سالمين غانمين بجاه سيدنا محمد. هيك بخبر ابني، يعني بخبره كل الكلام الحلو لابني، ما بخبره عن كلامه بسوى، كل كلامي حلو الحمد لله له، وهو يعني بيستوعب الكلام يعني بكلمه إياه. أنا يخفي إبراهيم الكثير من المشاعر محاولا أن يدفنها ليتخطى المرحلة، لكن وجهه يفضحه. عند الكثير من النازحين اليافعين القلب ينبض سوريا، فالعودة محطة لا بد منها ولو بعد حين. لأخبار الآن تريسيا بيانطون، لبنان. تنشط الفعاليات والمهرجانات وتتزين المتنزهات والحدائق في المملكة العربية السعودية، خاصة في فترة الإجازة الصيفية التي تقبل عليها الأسرة بكل أفرادها، سعيا لتنشيط وتعزيز السياحة الداخلية. التقرير التالي ينقلنا إلى هذه الأجواء. إجازة الصيف ننتظرها بفارغ الصبر، نعد لها الأيام والساعات لنستمتع بها ونستريح من عناء عام كامل. فعاليات صيفية ومنتزهات مجهزة، حرصت أمانة منطقة الرياض بتجهيز كل وسائل الراحة ليستمتع الزوار بتلك المرافق العامة. تسعى أمانة منطقة الرياض دائما لتوفير الخدمات في كافة المرافق من منتزهات وحدائق، الاهتمام بأمور الصيانة، تجهيز محتويات الحديقة وتشجيرها، اهتمام بنظافة دورة المياه ومحتوياتها، الاهتمام في أعمال النظافة وأعمال التشجير على مدار العام. تزداد كثافة الأعمال في موسم الإجازات، والأمانة دائما تعد برامج خاصة للاستعداد لمثل هذه المناسبات. وللتخفيف من شدة الحرارة قامت الأمانة بإنشاء مظلات ومراوح وأنظمة ضباب في الحدائق والمنتزهات والمماشي وفي كل مكان يكثر فيه تجمعات الناس. هذه المظلات والمراوح تتمتع بميزة رش الرذاذ البارد، مما يخفف من حرارة الجو ويصنع هواء باردا كالنسيم العليل، محاولين بذلك خلق أجواء تعج بالسعادة وتضفي تنوعا ترفيهيا للأسرة والأطفال. المظلات والمراوح وأنظمة الضباب نظرا يعني لارتفاع درجة الحرارة الغير مسبوق عندنا في مدينة الرياض، رأت الإدارة كمبادرة منها لتلطيف الأجواء ولتشجيع
المواطنين والمقيمين رياضة المشي واستخدام الساحات حتى في الفترات بداية الفترات المسائية لتخفيف من درجة الحرارة. ولله الحمد بدينا فيها كمرحلة أولى 10 مواقع نفذ فيها تقريبا 90 مروحة ضباب، نفذ فيها أكثر من 900 متر طولي من أنظمة الضباب، ساهمت الحمد لله في تواجد عدد كبير من الزوار وثنائهم على هذه الفكرة، وإن شاء الله أن الأمانة مستمرة في التوسع فيها على باقي المواقع بإذن الله. فعاليات وأنشطة، حدائق ومنتزهات، مهرجانات عدة وأفكار جديدة كل عام تهدف لاستقطاب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية وخلق فرص سياحية بديلة. الآن إلى جولة مع أخبار رياضة. أعلن نادي برشلونة الإسباني رفع دعوى قضائية ضد نجمه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا الذي رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أغلى صفقة عرفتها الساحرة المستديرة. الدعوى بسبب تهمة مخالفته بنود العقد بين الطرفين. التقرير التالي والتفاصيل. اتخذ الخلاف بين نادي برشلونة الإسباني والبرازيلي نيمار بعداً إضافياً مع كشف النادي تقدمه بدعوة ضد نجمه السابق المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للمطالبة بتعويض مالي بعد يومين من انتقاد أغلى لاعب في العالم مديره السابقين. وانضم نيمار إلى سان جيرمان في أوائل آب الجاري بصفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، هي قيمة فسخ العقد بين اللاعب الدولي والنادي الذي انضم إليه عام 2013، إلى أن بوادر سوء العلاقة بين برشلونة ولاعبه السابق الذي مدد عقده معه في صيف العام الماضي بدأت تلوح في الأفق سريعا. وبعد أيام من الانتقال وفي خطوة لم تكشف سوى الثلاثاء، تقدم برشلونة بدعوة قضائية يطالب فيها نيمار بإعادة مكافأة دفعت من قبل النادي على خلفية تمديد العقد إضافة إلى تعويض مالي وفوائد. النادي الإسباني طلب أيضا أن يقوم سان جيرمان بدفع المبالغ المطلوبة في حال عدم تمكن نيمار من ذلك، علما أن التقديرات تشير إلى أن المهاجم سيتقاضى في النادي الباريسي راتبا سنويا صافيا يصل إلى 30 مليون يورو. النادي الباريسي بدوره أبدأ أسفه بشأن الدعوة القضائية التي رفعها البرسا بحق نيمار، مشيرا إلى أنه تفاجأ بالبيان الصحفي للنادي الكتالوني وإعلانه الشروع في إجراء قضائي في إسبانيا بحق لاعبه السابق، مشددا على أن نيمار احترم مجمل القوانين والقواعد المطبقة ولا يمكنه سوى أن يبدي أسفه لأسلوب نادي برشلونة المتخبط بقراراته الغريبة مؤخرا. بأخبار رياضة أيضا، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم أن النجم المخضرم وين روني الهداف التاريخي للمنتخب اعتزل اللعب الدولي. وأعلن روني الذي يبلغ 31 عاما الذي رحل عن مانشستر يونايتد عائدا إلى إيفرتون هذا الصيف، أعلن قرار اعتزال اللاعب الدولي عبر بيان أصدره اليوم لينهي مشواره مع المنتخب بعد مشاركته في 119 مباراة سجل خلالها 53 هدفا. مهد الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر والإيرلندي كونر ماكغريغور للمواجهة المرتقبة بينهما السبت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مهد بحرب كلامية تزيد من حماوة النزال الذي يعد من الأغلى في تاريخ الملاكمة. سيلتقي النجمان في نزال من 12 جولة يلاقي انتقادات العديد من مشجعي الملاكمة الذين رأوا فيه مواجهة دعائية أكثر رياضية وأقرب إلى نزالات المصارعة الاستعراضية السائدة في الولايات المتحدة أكثر منها لمبارزة حقيقية بالملاكمة. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، تواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر ومتابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. وأنا أشكركم دائما من استديوهاتنا في دبي مشاهدينا على متابعتنا، ونلقاكم دائما في نفس الزمان والمكان.